خلينا نروح لاخر اخبارنا النهارده وفريق كره اليد سيدات. ما شاء الله عليهم السيزون اللي فات كل بطولات السيزون كامل العدد، فريق كره اليد سيدات معاه كل البطولات. وبدا السيزون السنه دي في منطقه القاهره، بدا منطقه القاهره ولعب مباراه مع نادي الزهور وكسب 35-19، دي في اول لقاء ليه. لكن في المباراه الثانيه على طول وهي مع نادي هلوليدو كسب النادي الاهلي 31-8، الفارق كبير جدا في السكور. ماتش كان اتلعب امبارح على صاله نادي هلوليدو بمصر الجديده. اعتقد ان الفوارق كبيره وفي حاجات كتيره عن فريق كره اليد سيدات وبدايتهم في السيزون وازاي يقدروا كابطال يحافظوا على هذا الاداء للسيزون الجديد، هو ده اللي ممكن نعرفه بعد التقرير اللي هنطلعه عن فريق كره اليد سيدات ولقاء وحوار مع كابتن ياسر صلاح المدير الفني وكمان الصفقه القويه المدويه كابتن منه الله مدحت، هيكونوا معانا بعد التقرير ده. استهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني ياسر صلاح رحلة دفاعه عن بطولاته التي حققها الموسم المنقضي بخوض بطولة منطقة القاهرة التي نجح فيها الفريق في الفوز على الزهور وهلوليدو على الترتيب. استطاع صلاح الفوز باللقاءين بأقل مجهود إضافة إلى تجربته للعديد من اللاعبات خلال سير المباراتين طمعا في إكسابهن الخبرات والحساسية للقاءات. الأهلي دعم صفوفه مع بداية الموسم بضم منة الله مدحت لاعبة نادي المعاد السابقة التي يؤكد المتابعون أنها ستكون إضافة قوية لسيدات المارد الأحمر. سيدات القلعة الحمراء يأملن في تكرار إنجاز الموسم الماضي وحصد العلامة الكاملة بالتتويج بأربع بطولات ألا وهي بطولة منطقة القاهرة، دور العمومي، كأس مصر، دور السوبر. الأهلي يتسلح بلاعباته من ذوات الخبرات، كما أن الفريق يمتلك قائمة مليئة بالنجمات والصاعدات، هو ما يستغله المدير الفني ياسر صلاح لخلق دوافع جديدة للاعباته بحثا عن المزيد من الكؤوس والألقاب.